جزاك الله خيرا الاستاذ عبد الوهاب الصدر كممثل لجنه الاساتذه الكرام اللي تضحوا بالاوقات ديالهم حصص اسبوعيه طيله سنه او سنتين من اجل تخريج هؤلاء السفراء. اذا نبقى الان مع كلمه اخرى لخريج من خريجي هذا اليوم المبارك، كلمه لممثله فوج الدكتوره ايمان السلاوي تتقدم هاجر الادري. إذن ريتما التحق بنا هاجر منصة، أشير بأن هؤلاء السفراء اجتازوا عدة محطات حتى يتخرجوا هذا اليوم. أول محطة هي تكوين المركز، فتلقوا تقريبا أزيد من 25 حصة تكوينية، كاين اللي اجتاز هاد الحصص مدة سنة، وكاين اللي اجتازها مدة سنتين. إذن هاد الحصص توجت في الأخير بامتحان التخرج، وكذلك كان جميع السفراء كانوا مطالبين بتقديم بحث للتخرج، بالإضافة إلى المشاركة في التطبيق الميداني خلال تعريف النبي صلى الله عليه وسلم في معرض السيرة أو في المؤسسة التعليمية أو غير ذلك من أنشطة المركز. وكذلك كانت آخر محطة هو أنهم تلقوا دورة في التواصل والإلقاء. إذن أدعو هاجر الإدري التحاق بالمنصة. إذن في انتظار الوصول ديالها، أشير أن من أهداف مشروع السفراء هذه السنة تخريج 60 سفيرا. إذا اليوم سنحتفل إن شاء الله بتخرج 35 سفير، وإن شاء الله في نهاية الدورة الثانية أو بداية الصيف إن شاء الله سنكون إن شاء الله مع موعد مع حفل آخر لتخريج أزيد من 30 سفير، وهكذا إن شاء الله نكون وصلنا إلى هدفنا أزيد من 60 سفير في السنة. إذا هاجر تحققت الآن في المساء، أترك لها الكلمة نيابة عن فوج الدكتورة إيمان السلاوي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، تحية يوم يلقون فيها سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل بلغنا الغاية في دراسة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل قرانا؟ نستطيع القول فعلا إننا سفراءه المبلغون عنه؟ أما الجزم بقوله نعم فذلك ما لا يقول به عاقل، إذ إننا لم نخض سوى رحلة قصيرة أخذنا فيها من سيرته صلى الله عليه وسلم زادا وشحنة من الطاقة للمسير بها في سبل الحياة، نعيش بها ونبلغ بها بحسب قدراتنا وما حبانا الله به من خير يختلف من شخص لآخر. إننا بهذا التكوين اخترنا طريقا نتحمل فيه مسؤولية جسيمة على كل منا التفكر فيها والنظر في نفسه، فإن كان لها أهلا فليحمد الله على ذلك وليدعو الله ليثبته، وإن لم يكن لها أهلا فليراجع نفسه وليدعو الله ليهديه ويثبته، لأننا سنبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا لا بد من النظر في تفاصيل كل تعاملاتنا اليومية، فليس التبليغ عنه أن ننقل للناس معلومات عن سيرته ونسبه وعدد أولاده وأزواجه، ذلك من المعلوم من السيرة بالضرورة، إنما التبليغ اقتفاء أثره والتحري السير على نهجه والاقتداء به وبسنته ليرى فينا تطبيق ما ندعو إليه بألسنتنا. ختاما، شكرا لمركز السراج وكل القائمين عليه. شكرا جزيلا أستاذتنا الكريمة إيمان السلاوي على ما زودتنا به طيلة هذه العقد. كما لا يفوتنا في هذه المناسبة أن نشكر
ماديا ومعنويا عظيم الأثر في كل مبلغ في كل أعظم خلق وأعظم البشر أجمعين، ونحن اليوم فخورون بأن نضع على صدورنا هذا الوشاح الثقيل جدا والذي نرجو أن نكون له أهلا بإذن الله. نحن اليوم يسرنا ويفرحنا صراحة أن نحتفي بأنفسنا أولا، ونحتفي بأننا سلكنا بداية الطريق وخطونا الخطوة الأولى في دراسة السيرة النبوية العابرة وفي التعلم والمدارسة والتعلم في هذه المدرسة النبوية الكريمة. وبهذه المناسبة لا يسعني إلا أن أشكر جزيل الشكر مركز سراج وكل قائمين عليه والمشرفين والمعطرين على كل الجهود التي يبذلونها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا عند حسن ظنونهم فينا وأن نكون بحق سفراء التاريخ للتاريخ بهذا النبي العظيم. والسلام عليكم. القصيدة على هذه المناسبة ليس كذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سأقرأ نصين وأرجو أن لا يكون في ذلك إطالة عليكم. النص الأول نص مبارك، هو بالفعل نص مبارك لأنه كتب في خير الخلق أجمعين، ومن بركاته أنه يقرأ على هذه المنصة للمرة الثانية. لوح لخير الورى، ما لي من الشعر ما يكفي لأكتبه، ولا الدموع الذي يكفي لأبكيه، ما في خيالي تشبيه أقول به كأنه، بل سراب موغل فيه، ما لي سوى أمنيات لا أضيعها، لعلني ليتني
تيه على تيه. للناس أمنية طبعا وأمنيتي لو كنت خادمه أسعى لأرضيه. للناس أمنية طبعا وأمنيتي لو كنت خادمه أسعى لأرضيه. يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله أمنيتي لو كنت ممن بنور الوحي ترقيه، أو كنت ممن أتوا في السابقين ومن خير الأنام وممن كنت تحييه. يا سيدي ليتني ممن مسحت على رؤوسهم، ليتني من كنت تسقيه، وليتني كعب إذ نالت قصيدته إجازة منك أضحت تلك تنجيه. وليتني منبرا أشجو عليه إذا حضرت شعرا بديعا في معانيه. يا سيدي القلب في ضيق وليس له إلا اشتياق إذا ما هب يسبيه. يا سيدي كلما هيأت قافية بقصد ذكركم لم تبد من فيه. من ذا أكون أنا حتى لأذكركم، من ذا أكون أنا حتى لأذكركم، وما يكون قصيدي ما قوى فيه. أنا فؤاد بحب فاض آخره فلم يجد غير هذا الشعر يحويه. يا سيدي مذنب يخشى نهايته بأسفر دون ذكر منك يعليه. يا سيدي ما استطعت الصمت بعد ولا أكن صبرا على ما في أخفيه. لما هممت بتدوين لقافية ألفيت دمعي على خدي يناجيه. لو لم يكن بفؤادي غير حبك يا حبيب ربي كفى والله يكفيه. ما المدح أبغي بهذا الشعر أطلبه، فقط بقلبي حب رمت أبديه. ما المدح أبغي بهذا الشعر أطلبه، فقط بقلبي حب رمت أبديه. ما لي من الدمع ما يكفي لأبكيكم، ولا القصيد الذي يكفي لأهديه. حسبي الذي أسبلت عيني فطهرها، هذا لقلبي إذا أرويه يرويه. كذاك حسبي أن الله يكفل أن يدنو الحبيب بقرب من محبيه. وصل رباه ما فاضت جوارحنا شعرا لخير الورى حبا يزكيه. على الذي لم أجد مدحا يليق به فظل في خافقي ما لا أجليه. على النبي على صحب النبي على من كان يتبعه من كل أهله. النص الثاني. نهلنا من فيوض العلم نهلا، نهلنا من عيون العلم نهلا، بسيرة سيد الخلق الوهاج. فمن نال الهداية باقتداء يبشر أنه في الحشر ناجي. نهلنا من منابع خير هدي شلالا ليس فيه من أجاج. نهلنا في شهور كان فيها لقاءات كبلسم أو علاج. فإن غبنا عن المعاني نبدو على هم كبير وانزعاج. تعلمنا كثيرا ليس يحصى وقومنا الكثير من اعوجاج. تعرفنا على خير البرايا على من قادنا نحو المناج. على نور تجلى في ظلام أطل به على تلك الفجاج. أطل به على من كان فيهم طريق الشرك ملأى بالعراج. عرفنا أحمد إذ قام يدعو بقوم فيهم مهاج وراج. عرفناه ووحي الله يهمي بأجمل ما يكون به التناجي. عرفنا صحبه إذ آمنوا في ظلام حالك ثم انبلاج. عرفناه بفتح وانتصار وتشييد لدين ذي حجاج. ونسأل أين هذا الخير يعطى، نجيب بكل فخر في السراج. نبقى مع كلمة بروش الأول، بروش البروفيسور حسن الكبير مع ممثله السعد كريم الرحلي. نتفكر بشكرا إذا بروش البروفيسور حسن الكبير كان نسبة كبيرة قبل المهندسين، هم تخرجوا السنة الماضية والآن في مدن أخرى. كان هناك مجموعة من الطلبة الآخرين والأساتذة، فنتفضل عبد الكريم
هنا انطلق من حديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا تكليف عني تخفيف، لو تشريف عني تشريف، ولو آية تخفيف. ومن هذا نقول قبسات من نور النبوة صلى الله عليه وسلم. ثانيا أشكر النقد السيرة لدراسة البحوث وعلى رأسهم أستاذنا الفاضل حسن الكبير. هذا المركز اللي عرفنا بالسيرة ديال أفضل خلق اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم، عرفنا السيرة النبوية وكيفية استخراج الدروس والعبر وكيفية الرد على الشبهات والأباطيل الذين يغيدون هذا الدين ويكيدون له. على سبيل المثال شبهة أن الإسلام انتشر بالسيف، وهذا افتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. للناظر في السيرة النبوية يجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياة ديالو 27 غزوة، وهذه الغزوات بدأوا في المدينة المنورة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش هو يخرج عند الناس باش يحاربهم. أول غزوات بدر وأحد الأحزاب كانت على حدود المدينة. للناظر في السيرة النبوية يجد أن 27 غزوة للقراء والمصابين حسن في الأمور ديال السيرة النبوية، كل غزوة الفترة الزمنية ديالها ما يقارب 20 يوم. 27 غزوة الرسول صلى الله عليه وسلم شارك في 9 غزوات، هاد 27 غزوة نضربها في 20 يوم، عندنا 540 يوم، أي ما يقارب سنة وخمسة أشهر. وللناظر في السيرة النبوية يجد أن مرحلة الدعوة للرسول صلى الله عليه وسلم 23 سنة، علاش هما بالضبط؟ المستشرقين المستغربين خاضوا سنة وخمسة أشهر وشوفوا الحقيقة ديال الإسلام، لأن حنا أمة اقرأ ولا نقرأ. بل بالعكس هو الرحمة المهداة إلى البشرية جمعاء ليخرجهم من الظلمات إلى النور ويدلهم على سبيل السعادة والسلام. هنا بعض الأعمال لدى الرسول صلى الله عليه وسلم مر على جالس الحديد أنه قضى على الوثنية وأحل محل الإيمان بالله واليوم الآخر. العمل الثاني أنه قضى على رداء الجاهلية ونقائصها وأقام مقام الفضائل والمكارم والآداب. العمل الثالث أنه أقام الدين الحق الذي يصل بالإنسان إلى أقصى ما قدر إليه من الكمال. العمل الرابع أنه وحد الأمة العربية. مع العلم كانت حروب طاحنة بين أوس والخزرج حتى الرسول صلى الله عليه وسلم جوهت بيناتهم وبين الأنصار والمهاجرين، وأقام دولة كبرى تحت راية القرآن. العمل الخامس أنه أقام حضارة إسلامية بكل مقاييسها، لأن نحن اليوم الشباب اليوم أو المجتمع حارب يتبع الخطوة، ومع العلم عندنا أفضل خطوة هو الرسول صلى الله عليه وسلم. بنانا الحضارة ونحن أمة سمحنا في الحضارة والقيم ديالنا والمبادئ، ولينا نميل الغربيين بالتبيع والتبعية والتقليد والغزو الفكري. والمقاييس اللي بنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم الحضارة ديالو، أولا شجع على طلب العلم كما جرى مع زيد بن ثابت عندما أسأل اليهود يتعلم اللغة العبرية 15 يوم. ثانيا إنشاء مدرسة دار الأرقم لأبي الأرقم لتنت مكة تتعلم الصحابة منها رضي الله عنهم. وثالثا كذلك مع فداء أصل بدر، كان فداء ديال واحد منهم يعلم عشرة مقابل فداء دياله. ثانيا نصف العصبية القبلية وحرر الإنسان من العبودية وجعله أمة واحدة يجمعها أبو بكر الصديق القرشي وبلال الحبشي وصهيب الرومي وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي، أمة لا فرق بين عرب وعجمي وأبيض وأسود إلا بالتقوى. كما نلاحظ اليوم هذا الشيخ، هذا الصحراوي، هذا السوسي، هذا ريفي، وشجع على الصدق والإخلاص في القول والعمل، وأمر بالمشاركة في المجتمع كما شهد في صغره يحلف الفضول وبناء الكعبة. كان يفهم ما يدور حوله، لم ينعزل عن مجتمعه، وكل هذه الأشياء لم تؤثر على عقيدته وأخلاقه. ومن هذا يجب أن نتخذ رسول الله قدوة ونخاطب الأحزاب السياسية الأعمال الاجتماعية ونتمشوا على العقيدة ديالنا والأخلاق ونحاول نغير جهنا. وجعل الرجال البسطاء أحسن القيادات العسكرية كخالد بن الوليد وعبيد بن الجراح وأشهر الشعراء حسن بن ثابت وأفضل العلماء علي بن
أبي طالب ومعاذ بن جبل وأحسن ساسة العالم أبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأكبر رجال أعمال في بلاد العرب عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. أرسم إلى قلمي أن محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه الكتاب ورأيه صواب وقوله فصل الخطاب، أرسم إلى قلمي أنه كان قدوة الأمم وقمة الهمم ودرة المقربين والأحباب. أرسم إلى قلمي أنه عرضت عليه الدنيا بكنوزها فكان بلاغه منها كزاد الركاب. أرسم إلى قلمي أنه ركب البعير ونام على الحصير وخسف نعله ورق الثياب، لكن لم تكن لديه عشرة رجال الدين كما لم تكن لديه فيارق مثل القياصرة، ولم يكن لديه جيوش مجيشة أو حرس خاص أو قصر مشيد أو عائد ثابت. أقول قولي هذا وأستغفر الله. إذن شكرا للممثل فوج الدكتور حسن كبير، لم يبقى الكثير في برنامجنا لهذا اليوم. إذن سنبقى مع لوحة إنشائية أخيرة وبعدها مباشرة سنمر إلى تتويج وتكريم سفرائنا وخريجي هذا اليوم. إذا تفضل المجموعة لتقديم اللوحة الختامية. إذا كذلك سوف نعلن عن الفائز بمسابقة أحسن بحث التي ينظمها مركز السراج، وكذلك سيتم إعلان عن صدور كتاب جديد أو مقرر جديد في إطار مشروع سفراء التعريف بنبي الرحمة. مع الفرقة المباركة التي شرفتنا بالحضور شكرا جزيلا. Oh.
شكرا. أثر الجمال البياني في الخطاب النبوي، إذا كما تلاحظوا فهو تأثير آخر في نطاق تخصص أكسوبيا، وسمعت بأن الأستاذة إيما الساوي كانت ممن أيد هذا التوجه، ربط بين تخصصي كاللغة العربية، وأنت هذه السنة أعتقد في السنة الثالثة ستختمي الإجازة بالحصول على الإجازة إن شاء الله في اللغة العربية، إذا ننادي على أستاذتك إيما الساوي على الخير من أنك هذه الشهادة، وأنا أعرف أنها تعتبرك مثل ابنها وستكون فخورة بك هذا اليوم، إذا ستقدم له الشهادة وستقدم له أيضا درعا تذكاريا. وأيضا نموذج أولي معه رسالة فيها مجموعة من الملاحظات للأستاذ، هناك ملاحظات للأستاذ عبد العالي ملوك، وكذلك ملاحظات أيضا مفصلة للأستاذ إيما الساوي، سوف يقوم بالتلقيحات اللازمة وسوف يصدر إن شاء الله هذا الكتاب قريبا بعد ختامه إن شاء الله في لقاء خاص. كلمة أولا للأستاذة. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر جميع الحاضرين اليوم لتشجيع شبابنا وأبنائنا. في الحقيقة شهادة الأم في ابنها مرجوحة، ولكن أستعرض أمامكم افتخارا خاصا. سفيان كان تلميذ عندي في الأولى البكالوريا، وتشرفت بتدريسه في هذا الفوج ديال السيرة النبوية، وكان نعم الشاب ونعم السفير، أعتز به وأعتز بكل من يدعم طاقات شبابنا الإبداعية، فمسيرة موفقة إن شاء الله. الآن سأقول لكم شيئا جميلا، وهو أن إحدى الأستاذات سمعت بتميز الأخ سفيان، أستاذة درسته في الثانوي وأبت إلا أن تحضر معنا اليوم لتقدم له هدية من طرفها أستاذة باسم أساتذة الثانوية واد المخازن. إذا تفضل نيابة عنه أستاذة نعيمة بوكيتا. أستاذة نعيمة بوكيتا، تشكر الأساتذة ديال الثانوية اللي تشجعوا التلاميذ نتاعهم، بينهم الأخ سفيان درس عندهم قبل 3 سنوات، ومازالت هذه اللمسة ديال الوفاء والتشجيع للتلاميذ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا الكريم النبي الكريم. أيها الحضور الكريم، أهل العلم والمعرفة، أيها المحبين في الله سبحانه وتعالى، المحبين في نبيه الكريم، يشرفني ويسعدني باسمي أطر التربوية والأطر الإدارية للثانوية واد المخازن التأهيلية بويسلا اليوم، خاصة اليوم أننا نحتفل ويحتفى بالنجم المتألق سفيان بدرة من دراره المتألقة في سماء الإبداع، سماء الإبداع. إذا يشرفنا ونحن نعتز ونفتخر بهذا النجم المتألق في سماء الإبداع، يشرف هذه الأطر كلها أن تقدم هذه الهدية الرمزية. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد كرم العلماء وأنزلهم المنزلة السامية، والرسول عليه الصلاة والسلام كرم، وأنتم تدركون ذلك، حسان بن ثابت ومنحه هذه البردة تشريفا وتكريما لكل من يبحث ويسير في داره العلم والمعرفة، فنحن أيضا باسم الأطر التربوية للثانوية واد المخازن أن نقدم هذه الهدية الرمزية تعبيرا عن افتخارنا واعتزازنا لسفيان. بهذه المناسبة الشريفة لا يمكن سعيدة، إذا لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى مركز السراج، إلى كل الأطر العلمية التي تسهر على السير بهذه السيرة النبوية في سماء متألق، وخاصة ونحن نعتز ونفتخر بالشخصية الكريمة، شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام. فأتمنى لكم مزيدا من العمل، وأتمنى لكم أيضا مزيدا من التألق، ومسيرة موفقة إن شاء الله. السلام عليكم. أنا أشكرك تبادر بتنويه هذا بهذه التكريمات الجميلة، وأقول سفيان هنيئا لك بهذا التكريم الجميل.
مفاجأة. تدعينا أن نشجع لحظات هذه تحية إلى سفير معادي مسؤولية كبيرة. كثيرا هناك كثيرا ممن تعتبر سفيان ابنها، بينهم زميلته في التكوين هي السيده نبيله التحماني. عندها مجموعه ابناء، تبارك الله عليه طبيب بين ابنائها كتعتبرهم ابنائها وان تلدهم ارحمهن سفيان. اذا السيده نبيله هي غائبه اليوم، ولكن بدورها ابت الى ان ترسل هديه خاصه لسفيان، تقدم له الهدية نيابة عنها السيدة سعيدة جمعي. أي لسان قد ينطق بعد كل هذا؟ وأي التعابير التي تلائم هذه الأجواء الدافئة جدا بدفء المحبة ودفء هذا الكرم، هذا الكرم الهاطل الغزير الوافر الذي لا أستطيع أن أتحدث بعده. بعد كل هذا الاحتفاء وهذا الكرم من أساتذة الذين أفخر بهم، من ثانوية منها انطلقت إليها مرجعي أبدا، فيها ابتدأت وفيها الشعر قد ولد، ومن أستاذتي الكريمة أيضا، الأستاذة التي شرفت أيما شرف بالتتألم على يديها داخل أسوار الثانوية وخارج أسوار الثانوية. صراحة تعجز كل العبارات عن أن تفي المشاعر التي أحس بها الآن حقها في التعبير، ولا يمكن إلا أن أقف شاخصا صامتا أمام كل هذا الجمال الذي أتحفتموني به اليوم. أنا بالفعل سعيدا جدا هذا المساء، وعاجز بنفس الوقت جدا عن الكلام، وعاجز عن التعبير، وعاجز عن الشكر. فشكرا جزيلا، شكرا جزيلا. هذه أخرى فتنة أقدمها للأخ سفيان، اسمحوا لي أن أنال شرف تقديمها له. دعونا نمر إلى تكريم السفراء، لكن كما نسمع الآن أذان صلاة المغرب، سوف نقوم إن شاء الله للصلاة ونعود بعدها للفقرة الأخيرة وهي تكريم السفراء خريجي هذا اليوم. فلنقوم إن شاء الله للصلاة ونعود إن شاء الله بعدها. إذن سميتو عفاك سميتو الأستاذ حسن الكبير، يقترح أن نكمل النشاط ما لم يبقى فيه الكثير، وبعدها سنصلي جماعة. إذا لن نطيل، لن نتعدى إن شاء الله 10 دقائق على أقصى تقدير. إذا مباشرة سوف نمر إلى لحظة تكريم السفراء. إذا على بركة الله سأنادي على السفراء الخليجيين وعددهم 35 سفيرا، فليتفضل تباعا إلى المنصة. سأبدأ أولا بفوش الأستاذ حسن بكبير، السفيرة فاطمة ساسيوي،
الأخت نادية بن يحيى، الأخ عليوي محمد، أخت نادية حمليلي، أخ عبد الحق السعيدي، أستاذة كريمة الأبوي، تحية خاصة لها لأنها كانت هي المشرفة على حفل الشاي هذا اليوم، كذلك الأخت عزيزة الصالحي. يتفضل للمنصة، يتفضل الأستاذ حسن الكبير معطر هذا الفوج لتقديم شواهد التخرج. إذا تفضل أيضا الأستاذ عباب الصدقي، يتفضل للمنصة ويقدم الشواهد التقديرية للفوج. إذا أستاذ عباب الصدقي عندما أنادي على خريجي فوج الأستاذ عباب الصدقي، أول اسم هو جبري مكي عبد الإله المختاري أحمد الصديقي فاروق كنديل، يتفضلوا إلى المنصة فضلكم. معاذ عبادي، محمد عماري، وليد عرضة، إدريس سلامي، زكريا العمري، أنس هباوي، سعيد السلاد، عمر الحسني، سليم لبيب، محمد الكوازي. ثم انتقل الى فوج الاستاذ ايمن السلاوي. ننادي ايضا على عبد الرافع الشرقاوي يتفضل معنا ايضا للمنصه. اذا انتقل الى فوج الاستاذ ايمن السلاوي يتفضل معنا للمنصه، يعني تعطي الشواهد لفوجها. اذا ننادي على حنان سعيدي، سفيان الشتاف، زكريا الادريسي، هشام اليمني، ايمان العمراني، سعيد الجمري، أسماء إدريسي، هاجر إدري، زين فسكا، عوني خالد، سهام متوكل، حرية بن قايد، وأيضا يوسف والحدو. إذا سوف نأخذ إن شاء الله الصورة التذكارية. ريثما يتم إعداد المكان لأخذ الصورة التذكارية، ولدت كلمة قصيرة لأحد السفراء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، كنت أظن أن جميع السفراء سيتحدثون وسيقولون كلمة، ولكني تفاجأت أنهم اختاروا واحدا من السفراء فقط. لهذا أقول، كنت أعددت كلمة من قبل لكي أقولها. أقول باختصار أقول أهم شيء نأخذه من السيرة، مع أننا مشتبعين على السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، على ما شهدت واستنبطت من السيرة النبوية، أن أهم شيء نأخذه من السيرة وهو اجتماع شخصيتين إذا صح التعبير، وهما النبي صلى الله عليه وسلم والوحي. من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، من ألف السيرة النبوية إلى يائها، نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم والوحي لا يفترقان. خذ على سبيل المثال، حينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر، هل هاجر وحده؟ هل هاجر بتلقاء نفسه؟ أم من عند النبي صلى الله عليه وسلم؟
هذا أولا. النقطة الثانية باختصار السيرة النبوية، صدقوني يا إخوتي الكرام وأقولها حقيقة، أن السيرة النبوية هي التي تجمعنا، وهي التي مع أننا نرى ما نراه في حالنا من افتراق الأمة، أن السيرة النبوية حقيقة هي التي تجمعنا وتؤلف بين قلوبنا. وكما ترون لا نعرف كثيرا منا لا يعرفون الآخر، ولكن السيرة النبي صلى الله عليه وسلم ألفت بين قلوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم. سيدي الوزير أيضا له علاقة قيمة قصيرة وقصيرة جدا. شكرا جميعا وشكرا لك السيرات، وكما كرمنا لابد أن نكرمهم كذلك وأهدي له الكتاب تحت عنوان صورة محمد صلى الله عليه وسلم عند بعض المفكرين العربيين. تقديم فضيلة الدكتور مصطفى بن حمزة من بيت بن حمزة، وهذا الكتاب سأقدمه للمركز، وأطلب من الجميع من الحاضر ومن الغائب أن يدعموا هذا المركز بكتب أو بكتب وخاصة مجلس الإقليم، خاصة الجماعة وأدعوهم أستاذ عبد الوهاب باش يكتبوا لنا السي كبير السي عبد الوهاب. شكرا على هذه الالتفاتة. فاتنا أن نذكر أن الأستاذ عبد العزيز أسكوميس قام بعمل جليل، وهو إعداد مقرر للمرحلة الملكية سيتم اعتماده إن شاء الله هذه الدورة، ودنا أنه يكون حاضر باش نتوجه. إذا إن شاء الله هذا الموقع سيتم العمل به. فأولادي على السادة الأساتذة السي ملوك والسي عبد الخالق الديوري إذا كان هو حاضر يجيب على المنصة، وكفل الأسئلة يلتحقوا لأخذ صورة تذكارية. بسم الله الرحمن الرحيم. بغياب أخينا الأستاذ سي عبد العزيز الله يجزيكم بخير، واحد شوية الصمت الله يرحم الوالدين، شوية الصمت الأستاذ عبد العزيز أكتوميت، أنا أشهد له بأنه كان يعني مقتديا، وكان يعني خير مكون وخير يعني حريص على نجاح هذا الأمر ديال السفارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الحقيقة كان مجتهد علينا عليا مجتهد عليا بكل المقاييس، حيث أنه كان كيوجد وكيهيئ وكان الفوج ديالو من أضخم الأفواج عددا، ومنضبط لدخول بداية الوقت ونهاية الوقت، ولا يتغيب إلا للحضور القاهر. فهو المجتهد في بين الإخوان والأخوات المؤطرين، والحريص أيما حرص، وأنتم كتشوفوا أيضا فهو الحاضر الغائب، لكن يعني جندي بما في كلمة من المعنى. وهذا الكتاب هذا فخر لنا، سنطبعه إن شاء الله، فهو كتاب للسيرة النبوية لتكوين السفراء، فجزاه الله خير الجزاء. فتنا نشكر أيضا الأستاذ عبد الله القاسمي، ستخصص له شهادة تقديرية تسلم له لاحقا إن شاء الله. إذا إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا النشاط. تشكر جزيل الشكر حضور الكرام، تشكر السادة الأساتذة، كنشكر اللجنة التنظيمية فردا، كنشكر كل الحاضرين هذا اليوم المبارك، ونضرب لكم موعدا إن شاء الله بداية الصيف إن شاء الله مع حفل التخرج الثاني، تخرج الدفعة الثانية. إذا نطلب الأستاذ شكد مدي إن شاء الله يختم لنا بالدعاء الكريم، نتوضأ جزاه الله خيرا. شكرا لكل الحضور الكريم على مشاركتهم وعلى حرصهم وعلى صبرهم إلى نهاية هذا الحفل المتميز. شكرا لإخوة القائمين على هذا الحفل، للأساتذة المؤطرين، لسفرائنا نبي الرحمة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا
خير سفراء لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نعرف به في مختلف المجامع، نقرب صورته إلى الناس، ونسأله سبحانه عز وجل أن يتجاوز عنا كل تقصير وتفريط في ذلك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما موفقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اجمعنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجمعنا به في مستقر رحمتك، اللهم اسقنا من يده الشريفه شربه هنيئه لا نظمأ بعدها ابدا. يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، اجعلنا على هديه وسنته وشرعته، انك ولي ذلك والقادر عليه، واجعلنا خير من يمثله ويكون سفيرا له بين الناس. يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا ايمانا وعلما ويقينا وفقها. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.